نيتريك أسيد، الرمز بتاعه هو HNO3. طبعا ده معروف انه هايلي كوروسيف أسيد. حمض النيتريك colorless، احيانا بنلاقي لونه اصفر باهت. البرودكشن بتاع حمض النيتريك بيكون باستخدام طريقة أوستويلد بروسيس، وفي طريقة أوستويلد زي ما احنا هنشوف بعد شوية بيستخدم الأمونيا مع أكسجين الهواء الجوي العادي عشان يكون النيتريك أوكسيد، اللي بعد كده بيأكسده تاني عشان يكون النيتروجين دايوكسيد. والنيتروجين دايوكسيد أول ما بيستقبله في وعاء فيه مية بيكون حمض النيتريك على طول. لكن التحضير ده طبعا بيتم في وجود كاتاليست هو البلاتينوم زي ما هنشوف حالا. دي الكيميكال ايكويشنز اللي بتمثل طريقة أوستويلد. هيبدأ بالأمونيا وأكسجين الهواء الجوي، والتفاعل ده طبعا اكسوثيرميك، هيتكون النيتريك أوكسيد ومية، هياخد النيتريك أوكسيد اللي هو الجاز وبرضو هيأكسده بالأكسجين، هيتكون النيتروجين دايوكسيد، ده اللي هيستقبله في وعاء في مية فهيدوب في المية وهيكون النيتريك أسيد. طبعا وقلنا ان التفاعل ده هيحتاج كاتاليست البلاتينوم، يا اما يكون في شكل رقائق بلاتينوم او يكون في شكل صوف مترسب عليه بلاتينوم زي ما نشوف حالا. دي سيليكا وول مترسب عليها بلاتينوم، وعلى الرغم من ان كمية البلاتينوم المستخدمة او المترسبة على السيليكا وول هنا هي اقل من 10 ميلي جرام من البلاتينوم، لكن طبعا الطريقة دي بتمنح الميتال او البلاتينوم سيرفس اريا كبيرة جدا. والكاتاليست ده بنحضره ان احنا اولا بندوب كمية البلاتينوم في اكواريا، بعدين بنضيف الصوديوم كلورايد سوليوشن فبيترسب الصوديوم هيكسا كلورو بلاتينيت، بعد كده بنحط السيليكا وول مع اسكوربيك اسيد فبيبتدي البلاتينوم ميتال يترسب على السيليكا وول. هنا شكل الجهاز اللي احنا هنحضر بيه النيتريك اسيد. على الشمال هنا في كونيكال مقفول بغطاء فيه فتحتين، فتحة لدخول الهواء اللي هيدخل عن طريق مضخة هواء، والفتحة التانية للأنبوب اللي هيمر على بقية الجهاز. الكونيكال اللي على اليسار حطينا فيه الأمونيا سوليوشن، واللي وظيفته طبعا انه يمتص اي مية موجودة في البخار للداخل. بعد كده الأنبوب ده متصل بأنبوب تاني حطينا جواه السيليكا وول اللي عليها بلاتينوم، وطبعا الأنبوب ده بيكون من فيوزد سيليكا مش بيكون أنبوب زجاجي، لأن الأنبوب الزجاجي هيتنى وبعدين هيتكسر من شدة الحرارة. بنبدأ بتقليب الأمونيا طبعا مع ضخ الهواء، وبنبدأ بتسخين الكاتاليست لحد ما يبقى لونه برتقاني من شدة الحرارة. طبعا بنلاحظ ان في الكونيكال الثاني اللي بيستقبل ال NO2 بنلاحظ تكون البراون جازس اللي هي من النيتروجين دايوكسيد اللي هتبتدي طبعا تدوب في المية الموجودة في الكونيكال وتكون حمض النيتريك. فهنبدأ بتقليب المية علشان تبتدي تختلط بال NO2، وبنبتدي نحصل على النيتريك أسيد. هناخد قطرة منه وهنحطها على ليتمس بيبر ونشوف المية بتاعتنا فعلا اتحولت لنيتريك أسيد ولا لأ. طبعا أسيدك حولت البيبر للون أحمر، ونقدر طبعا نضيف قطعة نحاس وهنشوف التفاعل بتاعها وهي بتحول للجرين كولر، لأن النحاس معروف إن المعدن
اللي بيتفاعل مع النيتريك أسيد وتحول اللون الأخضر،